انا سنجابينغ. السلام عليكم، مرحبا بكم سقنا عبر الدار البيضاء، والف مرحبا. يوم الاحد والجديد والجميل وديما جمالك شامل، لكن شكون من الناس والاخوان اللي كيتفرج ما كيديرش لايك، ما فيها باس، خلي التعليق ديالك، خلي لايك وديما يوصلك الجديد. خصك شي حاجه الف مرحبا. هاني الخوت عشاق الدوبرمان، هاني اللهم بارك. جمالك جمال تبارك الرحمن. هاو اللي يبغى الاخوان الف مرحبا. العمر ديالو عدو عام وشهرين الاخوان، عام وشهرين شي حاجه قابل مالك. شي حاجه طوب. ها الدوبرمان اخويا، هاي هوب هوب. هاني اخويا اللي بغى الف مرحبا. هاو عام وشهرين، الثمن ديالو 3000 درهم، كارنيت فاكسان طريطين. هاي هاي وجمالك جمال تبارك الرحمن. دير واحد الصديق كيحشم الكاميرا ما بغاش يبان. هو اللي بغى الف مرحبا. شتو شد ليا الكليب اخويا، الله يرضي عليك. هاني شد ليا العباره ديال الكلب. هاني عشاق دوبرمان، جمالك جمال تبارك الرحمن. هاني اللهم بارك. وتحيه للخوت والحباب اللي كيتابعوا انا سنجابينغ. جمالك جمال اللي بغى الاخوان الف مرحبا. لا عدا والله القناة سنجابينغ. السلام عليكم ومرحبا بكم سوق العاب الدار البيضاء، ومعنا احد المواليع سوق العاب الدار البيضاء اختصاصي في مالينوا، ولكن كنت كندعو مع راهي الله يشافيه. ما كدري صايم صايم لاجر ما يكون باس عندك اخويا دري. واش مالك شكون شي واد؟ واش اخويا حكيتي كونسونطري في هاد الظل؟ ماشي واد لا لا لا، ما عرفتش هاد الظل كاين شي عايبه يا اخويا. اسمع جمال، اسمع اسمع، قال لك الله يخلف على مصر. ها هو قال لك يفلق. اسمع اخويا مصر الصراحه ياك اخويا، وتحيه للجمهور جميعا اينما كنتم. والله العظيم هو قال راسو. شنو عندك خويا درويش؟ خويا والاخوان كنبغيو نشطوكم شويه معانا، هذا هو اللي كاين الف مرحبا. باش نقول لك نعم. الصراحه كتعرفوا درويش ديما عنده الجديد. اييه شنو الجديد عندك خويا؟ الجديد والمصداقيه. نعم سيدي. ما كانش مصداقيه وكل شيء على المصداقيه والثقه خويا. ما تعيط ليا. نعم. اللي بغى يعيط لدرويش ولكن راه قلبها ميسر، الله يسهل عليه. صافي. عندي بحال ميسر بحال المغرب بحال الجزائر. نعم. شنو عندك اليوم؟ عندي شي كليبات شي حاجه طوب عندي في الدار، عاوتاني شي حاجه شوف عندي طوب. الطاق بلا قرطاس. الطاق بلا قرطاس. اللهم بارك. شنو عندك اخويا هنا؟ ولينا اخويا. عندي المارين والشاربوني. اللهم بارك اللهم بارك. انا اخويا اللهم بارك. انت واش عندك اخويا درويش؟ هذه عندها دابا 7 شهور. 7 شهور زوينه تبارك الله. اللهم بارك. اول شهر اللهم بارك. جمالك جمال الله يبارك. بالنسبه للثمن نقدر تقول للمشاهد؟ ماشي مشكل الثمن المشاهد، عيط ليهم مرحبا. غيكون ثمن زوين. شوف عندنا الثقه في الاخ درويش، غيكون ثمن زوين. بالنسبه لك انت واخر درويش اوه ما شاء الله الله يبارك. شفتي هاد انت واش هذه العمر ديال اخويا؟ روامو كارنيت فاكسان وراك كلشي كلشي كلشي. اللهم بارك جمالك جمالك جمال تبارك الرحمن. اللهم بارك. شوف نعم خويا كاين الشاربوني كاين الشاربوني كاين الشاربوني وكاين الشاربوني. عندك شي كلب كيعض فيا؟ الله لا 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 دوبرمان. دوبرمان انا بياسه بياسه. اللهم بارك. الا قلت لك هذيك روامو بياسه كنفتخر بها. اللهم بارك. اييه كلشي. اللهم بارك. وعشاق الراعي الالماني كتشوفوا معنا وكتشاهد معنا. اوه ما شاء الله يوزع. اللهم بارك جمالك. هذه اللي كتبت لواحد السيد الله يسخر ليه. تكايرون نتوا هذه تبارك الله كتبان بحال التكر. اللهم بارك. نتوا واقفه اونشالو. واخويا 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 اللي كيقول لك نقص القرعه ما فيهاش المليح. انا اخويا الراعي الالماني. اللهم بارك جمالك جمال تبارك الرحمن. في مال ديال البيرجي المون. شوف 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 اخويا شوف شوف جمالك جمال تبارك الرحمن. العمر ديال اخويا درويش قول لي العمر ديال اخويا درويش هادي عامونس دراس لون. اللهم بارك اللهم بارك. احسن معلق عندنا. كمل اخويا درويش. جمالك جمالك تبارك الرحمن. اللهم بارك. شوف اللهم بارك. وزع درويش درويش عبد العظيم. انا اخويا عبد العظيم عبد الرزاق. هنا اخويا عبد الرزاق ريفيرا كيضرب عند سامي. سامي هنا اخويا. شنو هنا اخويا؟ رجع الدرويش. درويش درويش. اللهم بارك. ديما شكون يشكر العروسه غير خالته.
العروسه اخرى لا كاس هذيك اللهم بارك العمر ديال اخويا دريويش هذا عام دابا عام تبارك الله اللي بغى الاخوان الف مرحبا جمالك جمال تبارك الرحمن بالنسبه للازمنه تلقاو على المباشر او التواصل مع اخ دريويش ويكون خير ان شاء الله والف مرحبا انا اخويا دريويش خويا سينكابينكا نعم سيدي عندك المليح تبارك الله وكاين ما يدار نعم خويا حاجه مليحه كتبان على وجهك لا كاين اخويا راه انت الزين وجهك زين كيقول لك المثل نعم سيدي الا بغيتي المليح اه وسير على الدور الكبار اوكي قلبت قلبتي كل شيء والله خاطري وجهي قلبتي كل شيء عطينا الرقم ديالك كيقول لك سينكاس عطينا اخر رقم ود ميلود اخويا اش كيقول لك هذه الا بغيتي مليح ما ياخذ مليح الوالد الويد هذا مع السوق ودر كل شيء عطينا الرقم هذا ودر كل شيء لا حنا هو قال لك الا بغيتي مليح قصد ديور الكبار ولا قال لك الا الا بلاك الله بالطلبه قصد ديور الكبار لا سيدي شفتي مليح حنا ما طلبوش شي واحد والله سيدي احنا غير هذا المثال والله وكيل اي واحد اخوان السلام عليكم الرقم ديالك دريويش الرقم ديالي 0707 05 10 78 ها انا نقول 05 ايوا نوض 0707 10 78 هاني خويا هاني اللهم بارك هاني جمالك جمال دوز اخويا وليد دوز اخويا وليد هو تحيه خويا وليد ها هو وليد واحد الدوبرمان اللي بغاته ها هو اوه هذا الوليد غدي معاك غدي معاك هذا هذا اخويا ديال الاخ عبد العظيم الدوبرمان تبارك الله اللهم بارك جمالك سير اخويا هكا سير انا اخويا اللهم بارك جمالك جمال تبارك الرحمن العمر ديالو اخويا عبد العظيم 8 شهور اللهم بارك كل يوم زوين انا اخويا انا لا الشمس ما تصور والو انا اخويا اللي بغى الف مليون سير اخويا تحيه للجمهور ديالنا اللهم بارك انا اخويا انا جمالك جمال تبارك الرحمن اللي بغى الاخوان الف مره اللهم بارك جمالك جمال اللهم بارك تحيه لك اخويا الثمن ديال اخويا عبد العظيم كيبقى 3000 درهم واللي خلق ما يضيع رقم الهاتف ديالك اخويا 07 06 84 88 51 اللي خلق ما يضيع تحيه لك هاكا هذا هو اللي كاين قربنا الكل نشوفوا مازال اللهم بارك بلاتي اخويا انا اخوتي كما كتشاهدوا معنا اللهم بارك جمالك جمال تبارك الرحمن كل يبرع عبارات واللي بغى اخوان الف مرحبا هاني جمالك جمال هايا كاين اخويا دريويتشي هاني الرقم عندكم ها هو واحد بيرجي سويس تبارك الله سامويل قال سامويل الف مرحبا تبارك الرحمن صافي تخرج مسؤوليه هاكا هذا هو اللي كاين اخويا النمر هذا شوف تحمل انا اخويا شوف نور الدين اه مصور الله يرحم لك بال والدي اي واحد قال شي كلمه راه محسوبه عليه الناس اللي كيعرفوا لي راس راه نقول شي كلمه دبر راسو صلاه عندي قال ترين ترين صافي ما عليك والو سي عبد الله يخدعونا الله ويخدعونا جزاك الله خيرا شنو اخويا هذا الشريف الشريف اخويا امولاي شنو هذا العجب هذا هذا اه كروازي ما عليكش اخويا الله يفتح عليك اخويا سامي كروازي شنو اخويا صامويل والبرجي سويس هاو العمر ديالو اخويا الثمن ديالو اخويا 1700 درهم وثمن واعر الخوت وكليب زوين والله الا ديال الدار بالله يعني اللي بغى الاخوان 1000 مليون مرحبا تحيه للجميع والرقم ديالك اخويا 06 06 62 06 14 نعم اخويا نعم سيدي الله يحفظك حفظك الرحمن ويتزار ويتزاد ويتعاود ويصور لك الحوجه الله يرحم الوالدين الله يفتح عليك حافظك الرحمن حافظك الرحمن الله يحفظك نعم خويا عبد الله نعم سيدي نعم سيدي نمدحوا الله على الجواز سيدي ومولاي الناس خايب خايب الناس المفهوم ديالهم الابتكاره ديالهم كنوصل الرسالة انت راه مصور كتوصل الميساجات للناس وكتصور عباد الله كيستافدوا معاك الله يفتح عليك اللي خلق ما يضيع الله يرحم الوالدين سي عبد العاد سي قلبتوني سي دريويش نعم سيدي شحال باغي تصرف ديال صراف تحيه لك الرقم قبيله ما سمعناش مع مع
الرقم ديالي انا 07 07. شوفوا كلشي خدموا حتى 07 05 10 78. قلع الضو الله يدير خير. محسن خويا محسن طويل الراجل الله عمر هذا. تحيه لكم خوت واحد البياس اللهم بارك ريد نونس هاني. ايوه سوق قرعه بالدار البيضاء اللهم بارك. هاني انا اخويا هاني الولاعه بس جاي يولع هنا هذا السيد هذا كليب تبارك الله اللهم بارك. شو رويس كدير هاني تبارك الرحمن وجمالك جمال. شوف هاني انا اخوت انا الخوت اللهم بارك جمالك جمال تبارك الرحمن. انا الخوت واحد كوكتيل اللهم بارك. هاني انا شنو اخويا شاو شاو اللهم بارك. مال ولا فهمان مال الثمن ديالو اخويا 3000 درهم اخويا اللهم بارك وجمالك جمال. ولكن العجيب الكبير اللي مخزون تما ما هذا ما هذا اللهم بارك ستاف. انا خوزي ها هو هذا الاب ما معروفش اللي باع الاخوان كاين الوليدات ديالو ممكن جبدنا الوليدات اخويا الله يبارك. هذا شنو هذا اللي جات هذا الريد نونس اللهم بارك. الثمن ديالو اخويا كنقولوا 800 شحال 800 وي 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 الثمن جد مناسب الاخوان. شوف 800 درهم رويس تبارك الله اللهم بارك. ماغو ها هو اللي بغاه الف مرحبا تحياتي لك. شنو الالوان اللي عندك مازال لون برانجي تبارك الله الله يبارك تبارك الرحمن. هذه خطيره هذه جدا. انت ولد كرات انت هو واعر واعر اللهم بارك. الاثمنه فاش كتبقى 800 درهم اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا راه كاينين البورطيه تبارك الله. هاي امهم هذه تبارك الله وبارك اللهم بارك تبارك الرحمن جمالك جمال. الثمن ديالهم اخويا 700 درهم. رقم الهاتف اخويا 06 98 30 39 05. الف مرحبا بالجامع. انا اخو اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. عندكم الرقم تواصلوا معنا والله يدير الخير. انا اخويا مع حسن خويا جمالك جمال تبارك الرحمن عشاق المالينوار. انا اخوتي انا اللهم بارك جمالك جمال تبارك الرحمن. تبارك الله اخويا حسن كاين عندك المليح اخويا. هاد البيشوه شحال داير هاد البيشوه؟ البيشوه 1200 اللهم بارك. ثمن زوين اخويا. شحال عندها في العمر اخويا؟ عندها 10 شهور. 10 شهور عمرها والد هادي واقيله تبارك الله. وبالنسبه للتكير هذا؟ التكير عنده 9 شهور. 9 شهور الثمن ديالو سي حسن؟ الثمن ديالو اييه 2000 درهم واو واو وقابل للتفاوض الله يخليك كاين المليح. هادي شحال تاهي 3 شهور ونص؟ 1500 2000 درهم 1200 درهم اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا. وهاد الاخر اهل الثقه وجمالك جمال الله يبارك. رقم الهاتف اخويا رقم الهاتف السي حسن 07 62 08 81 75. والف مرحبا بالجامع اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. حسن مول العود هو هذا شتوه مول العود الله يبارك. تحيه لخويا حسن العز. انا الخوت عشاق الروت مع خويا زكريا معروف في السوق تبارك الله. شحال عنده في العمر خويا؟ عنده شهر و20 شهر و20 يوم الاخوان. ها الثمن ديالهم اخويا تبارك الله اللهم بارك في اساس اخويا حيد الله يبارك. كاين اخويا زكريا اللهم بارك والله الا كنا كنقلبوا عليهم ما لقيناهمش. كاين تبارك الله كوبل هذا كوبل اخويا داك الشيء باقي شي ربع الله يبارك. الثمن ديالهم اخويا خوتنا وحبابنا عاملين 1900 درهم. واو 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 الف مرحبا بالجميع اللي بغاهم. ها جمالك جمال تبارك الرحمن اللهم بارك. تذكروا انت ولا تبارك الله اخويا التليفون ديالك 06 87 84 74 55 15 16. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان وجمالك جمال معك والله معك انا الخوت اللهم بارك جمالك جمال خويا حماده. وحماده تحيه لك خويا حماده شنو عندك اخويا حماده؟ واحد انت واد الضوق ما والده برا وحده اللهم بارك. انت واد الضوق الاخوان ايا جمالك جمال تبارك الرحمن.
العمر ديالها حمادة؟ عامين دوز. عامين تبارك الله اللهم بارك. كارنيت فاكسان خويا؟ اه كاين كارنيت فاكسان. الله يبارك. سميتها كورونا. وهي الثمن ديالها خويا حمادة؟ نقول 1500. 1500. تبارك الله. المناسب اللي بغا قريبا طيح واقيلا ياك اخويا قريبا ان شاء الله. اللهم بارك. اللي بغا الف مرحبا الاخوان. هاد الاخ حمادة. رقم الهاتف ديالك خويا؟ 06 21 04 81 43. الاخر الثمن ديالها 1500. راه قلنا الثمن ديال اي واحد يقدر يشريها. شحال قلتي الثمن الاخر؟ 1500 درهم. اللي بغا خويا مرحبا به. 1500 درهم. بياسة زوينة دوك ارجونتان عندها عامين. والدة مرة عندها كانت فاكسان اللي بقى اكتيف زوينة. الله يبارك. دابا اليوم شالور دابا راه جاية لا شالور. اللهم بارك اللهم بارك. تبارك الله. هانا اخويا تحية ليك. كي داير اخويا لاباس عليك؟ مرحبا. تحياتي ليك. ياك اللهم بارك. هانا الخوت زكريا وزكريا. هاك اخويا الدق بلا قرطاس اللهم بارك. النوع اخويا هنا يا زكريا دوغ دوغ اللهم بارك. انتيوا في مال اللهم بارك. جمالك جمال. العمر ديال اخويا؟ اه العمر ديالها؟ العمر ديالها عام ونص. عام ونص تبارك الله. عام ونص. الثمن ديال اخويا؟ الثمن ديالها خليو أيه. على الخاص ولا؟ من الاحسن اخويا الله يرضى عليك زكريا. قول اقول انتي وتوينه تبارك الله. سهل كل الخير غير قول لنا الثمن. الثمن في الخاص نديرو مع بنادم شمال. واه تخلعو ما غيعيطوش لك اخويا زكريا. اللهم خرج زكريا. الثمن زوين. ياك اخويا زكريا. الثمن زوين. هذا الري زوين هذا الله يحفظكم. هذا الري الخير ان شاء الله. الرقم ديالك اخويا حماده؟ 06 زكريا. زكريا. عفوا زكريا. 06 87 74 55 الف مرحبا. شوف 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 اخويا اللهم بارك. الله يبارك. با 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 انا اخويا اللهم بارك. اللهم بارك. انا اخويا ايه اخويا والف مرحبا. تحيه للجميع واللي بغاه اخويا هو زكريا. الف مرحبا. تحيه لك خويا. الله يبارك. اللي مسطع شي فيرما ولا شي ما نعاودش ياك اخويا خيال العلمي. اللهم بارك. بين قناه سينكابينغ. السلام عليكم عشاق البورتكليات. اللهم بارك. ما شاء الله تبارك الرحمن. شنو هاد العجب اخويا هذا؟ شيواوا ديال بيبرليه. شيواوا. اللهم بارك. اللون ديالهم مختلف شويه. اللهم بارك. اللون الابيض تبارك بامبيض. امو مايا مايا. الام ديالهم معروف. جمالك جمال تبارك الله. هذه بالوريقات الدوله. اللهم هاد النتوه معروضه للبيع خويا؟ معروضه للبيع. اللهم الوليدات اللهم بارك هما. كما كتشاهدوا معنا شيواوا في اللون الابيض والماغو حيت الام ديالهم هي ماغو والاب ديالهم بيض. بالنسبه للعمر ديالهم اخويا عندهم دابا شي شهرين وشي حاجه. شهرين وشي حاجه فوالا. شهرين وشي حاجه. الثمن ديالهم اخويا كنقول فيهم 1900. 1900 درهم وقابل للتفاوض. اللي بغاهم الف مرحبا. انا الخوت اللي بغاهم يتواصل مع الوكيل. الامم الامم معروضه للبيع ولكن الوليدات اللي معروضين للبيع. الف مرحبا. دم كلشي اللهم بارك. شوفوا الوالدين كوبلات فاكسينين كلشي المسائل. الرقم الهاتف استاذ 07 ما تحشمش ما كتبان ما والو. 075 27 77 89 عايد الرقم اخويا 07 75 77 77. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. دريم معنا في السوق مع السينكابينغ. السينكابينغ حتى هو راه خونا وراه. تحياتي لك خويا. العز بيك خويا. كل شيء امام عينكم الاخوان والمليح. المليح اخويا الف مرحبا. تحيه ليك اخويا. عشاق البيشو اللهم بارك. انت ولا تكر اخويا؟ تكير. العمر ديالو اخويا؟ 4 شهور. كارنيت فاكسان؟ اللهم بارك. جمالك جمال. تبا الكارني ديالو اخوان. الثمن ديالو اخويا؟ 1000 درهم مغرب اليوم. ثمن زوين. وكليب ديال الدار الاخوان كما كتشاهدوا معنا نقيقي تبارك الله. اللي بغاه الف مرحبا. الرقم الهاتف خويا؟ 06 90 58 67 11. اللي بغى الاخوان الف مرحبا. يتواصل مع الاخ كليب ديال الدار وثمن مناسب. وتحيه للجميع الخوت.